السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة. أعتذر اعتذار شديد اللهجة إلى جماهير الدوري السعودي إني اتأخرت عليكم في فيديو اليوم في ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباراة اليوم. متابعينا الكرام، معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة تزور في القناة تشترك في القناة بتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم الخميس 4/2/2021 بعد انتهاء معظم مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي. النهارده كان عندنا بتاع خمس مباريات كده. العين فاز على الاتفاق 1-0، الهلال خسر امام ابها 3-2 في مباراة قوية جدا، احرز اهداف ابها او احرز اهداف الهلال اولا صالح الشهري في الدقيقة 13، وهدف الثاني للهلال عن طريق اندريا كاريو في الدقيقة 67. اما الثلاثة اهداف الخاصة بنادي ابها عن طريق رياض شراحيلي في الدقيقة 11، ومهدي طهرات في الدقيقة 75، واللاعب سعد بقير في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضعف في الشوط الثاني. الاتحاد فاز على الفتح 4-1، والنصر فاز على التعاون 3-0، احرز اهداف النصر سامي النعجي في الدقيقة 40، عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 59، عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 94. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس 4/2/2021 في الجولة 17. الهلال يبتعد عن الصدارة ويتصدر الشباب في المركز الأول برصيد 32 نقطة. الهلال في المركز الثاني ب 30 نقطة. الأهلي في المركز الثالث ب 30 نقطة. الشباب له مباراة مؤجلة والهلال له مباراة مؤجلة. الأهلي هيلعب بكرة بإذن الله تعالى، او ممكن الشباب اصلا لسه ملعبش الاخر هيلعب بكره. ماشي. الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطه، التعاون في المركز الخامس ب 25 نقطه، النصر في المركز السادس ب 24 نقطه، والنصر بقى اكيد مؤجل له مباراه. الاتفاق في المركز السابع ب 24 نقطه ايضا، ابها في المركز الثامن ب 24 نقطه ايضا، القادسيه في المركز التاسع ب 21 نقطه، الوحده في المركز العاشر ب 21 نقطه، الرائد في المركز الحادي عشر ب 19 نقطة، الفتح في المركز الثاني عشر ب 18 نقطة، وده مؤجل له مباراة كمان. الباطن في المركز الثالث عشر ب 17 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع عشر ب 17 نقطة، والعين في المركز الخامس عشر ب 13 نقطة ولهم مباراة مؤجلة، وضمك في المركز السادس عشر والأخير ب 12 نقطة. أما عن ترتيب هداف الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم مع بداية الجولة 17، في صدارة الهدافين اللاعب كارلوس تراندبرغ لاعب ابها ب10 اهداف، يتساوى معه فابيو ابرو لاعب الباطن. في المركز الثاني اللاعب ايميليو زيلايا لاعب ضمك في المركز الثاني ب9 اهداف، يتساوى معه في المركز الثاني ايضا حسن العمري لاعب القادسيه، ورومارينيو لاعب الاتحاد. في المركز الثالث بافتمبي جوميز لاعب الهلال ب8 اهداف، وجيلو تافاريز لاعب الفيصلي، وعمر السومة لاعب الاهلي. وفي المركز الرابع كريستيان جوانكا لاعب الشباب ب7 اهداف، وفي المركز الخامس ديمتري بيتراتوس لاعب الوحده ب6 اهداف، وفيليب كيس لاعب الاتفاق، وليندر لاعب التعاون، ونعيم السليت لاعب الاتفاق ايضا، وسفيان بن دبك لاعب الفتح، وفي المركز السادس علي الزقعان لاعب الفتح ب5 اهداف. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.